بعد أحداث 11/9 سبتمبر اللي في نيويورك الشهير هذيك، جانا شدة وجانا ضنك وجانا روعة عظيمة، وقام الأمريكان مرة يلمحون ومرة يصرحون، تهددونا بالليل والنهار، ثم قالت الأمور وأمطرت علينا رزق مع البهل الله. ثم انكبت الأموال على ديرتنا وارتفع البترول ارتفاعا هائل، وجانا خير عظيم كلها بعد هاك الشدة. وقبلها حرب الخليج أيام صدام، جانا خوف ورعب وهم وحزن وغم وكرب ما يعلم يا رب العالمين، ثم انفتحت. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. هذا اللي إن شاء الله مجبر علينا بحول الله. المطر قبل لا يجي يروع الناس بصوت الرعد والبرق، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وهذه البشارة للجميع، لك يا التاجر ولك يا الموظف ولك يا السياسي، ابشروا بخير جايكم. وبعدين رزقنا لو في أمريكا ولو في البترول ولو في الأسهم ولو في العقار ولو في وظيفة، وفي السماء رزقكم وما توعدون. في السماء يعني ما أحد يقربه ولا أحد يأخذه ولا أحد يلمسه ولا أحد يدري عنه ولا أحد يقسمه غير الواحد الأحد. ومن يوم توالت الأخبار السيئة وأنا أقول يا الله لك الحمد، الخير مجبر وجاي بإذن الله. وأول الغيث الليلة ثبتوا إنتاج البترول وارتفع سعره 5%، يا الله لك الحمد جايكم خير. الرب اللي جعل فرعون ربي موسى قادر على أن يجعل لكم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا وأن يمكر لكم. ولله الحمد والمنة، ما دخلت بلادنا في حرب أو مشكلة من تاريخ تأسيسها إلى اليوم إلا وطلعنا أقوى وأغنى. يقول الله سبحانه وتعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. الصبر والتقوى، الخوف من الله. عزيزي التاجر وعزيزي الموظف، راجعوا حساباتكم وقروضكم وأسهمكم، لا يكون عندكم ربا، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. قالوا لستيف جوبز حق أبل: يا ستيف لو فقدت أموالك كلها وفلست وش بتسوي؟ قال: أرجع واشتغل وكون الثروة من جديد. هذا كلام واحد ملحد، أنتم يا المسلمين حق بهذا الكلام منه. تذكرت بيتي اللي بين جدلان الله يرحمه، وإن كان همك فزما بس لقمتك، الفول بريالين والخبز بريال. سلام عليكم.